السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كتير بتسأل على هل الذكاء الصناعي هيخلينا نخسر شغلنا، ولا هل وفر فرص شغل جديدة؟ طب ايه رأيكم بقى نتكلم على مستوى الشركات، ولا كان نشوف على مستوى الأشخاص؟ في شركات كتيرة هتخسر كتير جدا، منهم جوجل. ليه؟ جوجل معتمدة بشكل رئيسي على محرك البحث بتاعها، يعني بتخلي تدخلك أعلى أو بتخلي، فدلوقتي انسحب منها البساط نوعا ما، حتى الآن مش 100%، لكن نقدر نقول بنسبة مثلا 2% أو 3%، فده خلال أيام بسيطة مش عارفين اللي في المستقبل إيه، لأن ناس كتيرة راحت لمحرك البحث اللي هو بينج بتاع مايكروسوفت، لأن لقيته في شات جي بي تي 3 و4 وتقدر أنت تسأله وهو يجاوب على طول، الناس عايزة تجربه، فناس كتيرة راحت هناك. ده من ضمن الحاجات، مثلا في شركة هي عملاقة هتخسر ملايين كل يوم بسبب حاجة زي كده، تمام؟ طيب وايه الشركات برضه اللي هتخسر؟ الموقع دوت اللي هو بنترست، اللي هو كل الناس عايزه تعمل تصميم معماري، يقول لك انا هدخل عليه واعمل. طب ما انت عندك دلوقتي في حاجات زي ميد جورني، تقدر بسهوله جدا تقول له اعمل لي الصوره وهو يكونها لك، يعني انت مش محتاج انت تدور او بتفكر او تحط. الدكتور قال لك مثلا عايز ايه، بيت على هيئه سلحفاه، انت بدل ما تقعد تدور على بيت على شكل سلحفاه وتسرقه، انت قول له الميد جورني اعمل بيت على شكل سلحفاه، هيعمله لك، تمام؟ فالموقع ده هيخسر كتير جدا الفتره اللي جايه. طيب في موقع تاني برضو ريديت، ده برضو في جزء يعني هو يعتبر شبكه اجتماعيه، وفي جزء ان انت بتسال اسئله والناس تجاوب وحاجات زي كده، تمام؟ ما هو ده برضو هيخسر كتير. هيخسر ليه بقى؟ انا ليه اساله بينما انا ممكن اسال شات جي بي تي ويجاوبني على طول؟ هنا ممكن احط سؤال وبعد اسبوع محدش يرد، فهخسر كتير. طيب موقع تالت برضو، ده فيه عشرات المواقع ومئات المواقع، مئات المواقع العملاقة اللي هي ميزانيتها كتيرة واللي معروفة على مستوى العالم، بتواجه تحدي، لا إما تستفاد من التحدي ده لا إما تخسر، تمام؟ في موقع ده في ورقة كنت بتكتب السؤال وهو يبدأ إن هو الناس تجاوب عليه، وفي عربي وفي إنجليزي، يعني حتى لما تيجي تبص كده أنا بشوف حاجات بالعربي وحاجات بالإنجليزي، فهو بيبدأ يجيبها لي والحاجات دي كلها، تلاقي حد سأل سؤال والناس تبدأ تجاوب عليه، تمام؟ طيب انا ليه اسال سؤال؟ طب انا طيب الكيورا عمل حيله ذكيه ان هو دمج نفسه مع شات جي بي تي، عمل حيله حلوه قوي ان هو عمل موقع منه او عمل حاجه تحتيه، تمام؟ بو ده عباره عن ايه، ان انت تقدر تسال من خلال جي بي تي 4، من خلال كلاودي، من خلال شات جي بي تي، من خلال دراجون فلاي، كل دي حاجات عبارة عن نموذج لغوي زي شات جي بي تي، بتقدر ان انت تتناقش معاه، ومواصل هو شات جي بي تي بي، تمام؟ كلاودي ده كان ناس شغالة في شات جي بي تي وانفصلت وسابوه، وبدأوا ان هم كانوا شغالين في اوبن ان اي وبدأوا يعملوا نموذج تاني، فسمح لك ان انت تجرب الحاجات البديلة. فاحنا لازم ناخد بالنا من الفكرة دي، ان يعني هي مش نهاية العالم ولا يعني حاجه هتيجي وانت بتحاول انت تتعامل معاها، تمام؟ زي ما مثلا لما اوبر دي نزلت، تمام؟ ناس كانت كثيره يعني بتوع التاكسيات متضايقين منها وبيشتموا ويتخانقوا وبيتنرفزوا، دلوقتي خلاص بقت ناس كثيره شغاله فيها، فهي حاجه لازم تتعامل معاها ان انت تستفاد منها في الشغل بتاعك، تعرف ان انت تستجيب ليها. يعني الشركات دي ما اقولش انها وقعت او فشلت او جوجل خسرت، ممكن هم يقدروا يعملوا شات جي بي تي اقوى او يعملوا هي اسمها ان ال بي، نموذج لغوي تقدر ينافس الحاجات اللي موجوده في السوق دلوقتي ويعمل حاجه احسن، تمام؟ يقدروا يعملوا حاجه، مثلا تلاقي ناس كتيره مبرمجين قال لك احنا قاعدين، طب تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه وجميله ويعملوا موقع خاص بيها ويكسبوا ملايين. في ناس كتيره بتقعد مع شات جي بي تي وتساله يعني عايزين نعمل فكره حلوه، طب قول لنا على الفكره نكسب منها فلوس، يدوم 20 فكره وينفذوا منها الافكار ويعملوها. في ناس كتير عملت مواقع ما كانتش مصوره ان هم هيكسبوا فلوس من الميد جورني وكسبوا كتير، فهي يعني منحه و يعني الاثنين مع بعض، عندك امل والم، فالاثنين لازم ايه يعني تبدا تشوف تقشر كده الحاجه وتاخد الحاجه الكويسه اللي فيها، ممكن توفر لك حاجات كتير جدا، ممكن تساعدك في الشغل بتاعك، ممكن تساعدك في ممكن تخسر حد شغله لو هو بياخد كوبي بيست من شويه مواقع،
انما لو هو فنان وبيعمل حاجة خاصة بيه ومبدع، اكيد الذكاء الاصطناعي مش هيقدر ينافسه، تمام. لكن هو لو هو يعني مقصر ومش بيطور في نفسه، الذكاء الاصطناعي مش الذكاء الاصطناعي، الآلة الحاسبة هتاخد مكانه.